يسجل طرفان النزاع السوداني خطوات جديدة في التفاهمات الجارية بينهما في جدة، إذ أكد الجانب السعودي استئناف الاتفاق على كيفية حماية المدنيين وإيصال المساعدات والبدء بالمرحلة الثانية من المفاوضات. بيد أن حبر ورق التفاهمات لم يكن كافيا للتوصل إلى أي هدنة تجعل السودان يلتقط أنفاسه من زخم المعارك، لتضرب الغارات الجوية للجيش مواقع الدعم السريع في أماكن عدة كمحيط السوق العربي والقصر الجمهوري، وترد على إثرها قوات الدعم بإطلاق قذائف بالمضادات الأرضية. شوارع الخرطوم شهدت انتشارا مكثفا للآليات العسكرية في ظل توسع رقعة الاشتباكات بين الفريقين بشكل مستمر، ليواصل عدد الفارين من البلاد الارتفاع، إذ أكد تقرير أممي تخطي عددهم حاجز 200,000 شخص، عدا عن نزوح مئات الآلاف داخلها ووجود مئات من العالقين الذين لم يتمكنوا من مغادرة أماكنهم. ما في حل، احنا ما شايف حل، لانه لا الدعم السريع راضي يتنازل للجيش، ولا الجيش قادر يغير حاجه من الوضع مع الدعم السريع، وفي النهايه ضايعين احنا المواطنين، بنخلي بيوتنا، بنخلي حاجاتنا، شهاداتنا، ورقنا، اهلنا. فولكر بيرتس الممثل الخاص للامين العام للامم المتحده بدوره شدد على ان الازمه في السودان لا يمكن ان تحل عسكريا، مطالبا بانهائها، ومؤكدا على انعدام اي فرصه لانتصار طرف على الاخر، وان اي انتصار سيسقط البلاد في مقابل ذلك.